انتبهوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الحياة في كل مكان، مساء الفل وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم انتبهوا أيها السادة. مفيش حد فينا طبعا مش عاوز يبقى سعيد في حياته، لكن هل يا ترى كلنا عارفين طريق السعادة منين عشان نمشي فيه؟ السعادة يا جماعة ملهاش إلا طريق واحد، ملوش تاني. الطريق ده هو الرضا. الرضا بجد هو سر السعادة، يعني ببساطة كده هترضى باللي ربنا قسمه لك وتبوس إيدك وشه وظهر، هتعيش سعيد ومبسوط و24 قرد. لكن لو هتتنمرض هتعيش بقية عمرك تايه ومحتار ومش هتشوف راحة في حياتك. حياتنا فعلا هي رحلة بحث عن السعادة والرضا. طبعا صوابعنا مش زي بعضها، ممكن واحد مثلا مش حاسس إنه سعيد في شغله عشان بيشتغل حاجة ما بيحبهاش، مع ان في واحد تاني نفسه في الشغلانة دي عشان يكسب منها اي فلوس. في مثلا واحد تاني بينبسط جدا لو اكل ساندوتش طعمية سخنة بالسلطة الخضراء ويحبس بعدها بكوباية شاي بالنعناع. اه والله فعلا، والله العظيم ما تستهونوش باللي انا بقوله. لا مش كده وبس، ده في ناس بتكون سعيدة جدا جدا بفنجال القهوة اللي بتشربه في نص اليوم وتحس بقمة المتعة. طبعا يا جماعة أنا بقول الكلام ده بصراحة، وفي ناس كتير قوي هتقولي سعادة إيه؟ سعادة إيه اللي إحنا عايزين نحس بيها دي؟ الأسعار غليت ومش عارفين نجيب حاجة ولا عارفين نكفي على، والمهيات قليلة. كلنا بنعاني على فكرة، والله العظيم ما تفتكروش ان في ناس معينة ما بتعاني. يعني في مثلا الأغنياء جدا ورجال الأعمال اتقفلت لهم مصانع، فده برضو مشكلة عنده. صحيح هو عايش في مستوى لا بأس به، لكن برضو في حاجة كبيرة اتخذت منه. في ناس فقدوا أولادهم سواء شهداء أو على مستوى المرض وربنا افتكرهم. طيب أنت لما تلاقي نفسك كده قايم الصبح تمشي على رجليك وبتقول الحمد لله يا رب، وتلاقي أولادك صحتهم كويسة وأمك وأهلك حواليك وبيتمتعوا بصحة، دي تساوي إيه؟ تساوي كتير. يعني أنا بشوف ساعات ناس فعلا ما حلتهمش حاجه خالص، بيروحوا واخدين بعض كده شويه ترمس على شويه لب على شويه سوداني ويروحوا يقعدوا على النيل، ده قمه السعاده بالنسبه لهم. في ناس تانية تقول لك لا يا عم انا عايز فلوس. طيب تمام، ربنا هيديك فلوس وهيرزقك، بس ممكن ياخد منك حاجه تاني، حاجه تاني اغلى كتير من الفلوس اللي جات لك، لانه ال 24 قيراط هي متوزعة من صحة بقى وولاد وفلوس وشغل في ناس ساعات تطلع على البحر كده تقعد زي ما أنا بعمل في أحيان كتير جدا، أخد العربية كده وأطلع على اسكندرية أقعد قدام البحر ساعتين تلاتة وأروح راجع تاني. طبعا هو أساسا الواحد بيرمي همومه على ربنا سبحانه وتعالى، لكن أنا بحس إن البحر لما بتقعد قدامه بيشيل من على صدرك هموم كتير قوي. جربوا إن أنتوا مثلا
انا مش هقول يعني الناس اللي بتصلي كمان تحس بالرضا جدا جدا بعد ما بيختموا الصلاة، بحس انهم قدوا فرض، خلى عندهم نقاء وصفاء ورضا. حاضر حاضر. طبعا كل الاسكندرانية على فكرة اللي زي يعني بيعرفوا كده كويس، عشان كده كلهم دايما يقولوا ايه على الاسكندرانية انهم دماغ وبتوع فرفشة. يعني احنا اللي لازم ندور على السعادة في كل حاجة حوالينا، حتى لو كانت الحاجة دي صغيرة جدا ما تستهونش بيها أبدا، لازم تجربوا كل الحاجات. في ناس شايفاها يعني ملهاش أي 30 لازمة، ماشي هتخيل إن كلامكم صح، بس لو بصيتوا حواليكم زي ما قلت لكم هتلاقوا في ناس تانية مش قادرين يعملوا الحاجات دي. ممكن واحد تلاقيه راكب عربية فاخرة جدا ومعاه فلوس كتيرة جدا، لكن لما بيفتح باب العربية بينزل يقعد على كرسي متحرك، وانا شفتها بعيني على فكرة. انا مش عايزة اتكلم كتير عن السعادة، لان طبعا دكتور وليد هندي هو اللي هيكلمنا اكتر وباستفاضة ازاي تشعر بالسعادة. مساء الخير يا دكتور. مساء السعادة يا رمز السعادة. يا رب يخليك يا دكتور. والله والله أنا بتكلم الكلام ده أقسم بالله من قلبي يا دكتور، يعني الواحد بيبقى فيه اللي فيه، وبالرغم من كده بيحاول إن هو يصدر السعادة للغير. يعني بالتأكيد صحيح. كلنا عندنا مشاكل، نعم، محدش بيخلو من المشاكل، لكن بنحاول إن احنا نرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمهن. فعايزين حضرتك بقى تكلمنا السعادة نحس بيها ازاي. هو بص، زي ما حضرتك بتقول ان مفيش حد فينا بيخلو من المشاكل، ولذلك حتى التعريف العلمي للصحة النفسية للإنسان السوي مش الخلو من المشاكل او من الامراض، لا، ده التوافق مع المشاكل او مع الامراض اللي هي بتنتابه او بيعيشها. فالإنسان اللي هو بيمتلك مفردات السعادة ده بتلاقيه إنسان متوافق مع ذاته، متسامح مع ذاته، يستمتع بما هو موجود ولا يمني نفسه بما هو مفقود. يعني بشوف ناس بتاكل الفول، لقمة الفول، بتلعب الفولية كده على لسانها حباية حباية، ومرة على اليمين ومرة على الشمال، ومستمتع جدا وكأنه قاعد بياكل ديك رومي. هي دي السعادة في أبسط مفرداتها، السعادة اللي أنا أستمتع بالأدوات البسيطة اللي معايا أبقى قانع بيها، يبقى فيها نوع من الرضا، ما يبقاش فيه لهس حسيس ورا الماديات وبس. ان احد اسباب عدم السعاده الخواء الروحي. لو حضرتك تفتكري زمان في بيوتنا كنا نفتح الاذاعه تحت القران الكريم وننام على الراديو وعلى سهرات ام كلثوم، الحاجات دي كلها ما بقاش بنعيشها دلوقتي للاسف، افتقدناها كتير. كنا الاول بنعيش الحدث ومش بنصوره، دلوقتي الناس حريصه لا تتصور، وتتصور سيلفي وتنزله على الفيسبوك وما بتعيش الحدث ولا بتعيش احساسه. للاسف بقى دلوقتي السعي الحسيس ورا الماده وخلاص، فكل واحد عاوز يركب احسن عربيه ويجيب شقه في مكان كويس ويلتحق بنوادي ويودي اولاده مدارس لغات ويروح يسكن في حاجات في الساحل الشمالي او يروح كومباوند. الحاجات دي كلها خلت الانسان يتحول لآله لجمع المال، بقى عنده خواء روحي. صحيح. مفيش الكلمه الحلوه ولا علاقه الوجه للوجه مع اسرته، ولا ان هم يطلعوا يحضروا مثلا في سينما زي زمان زي ما كنا بنشوف. أيوه. ولا في مسرحيه ولا يسمعوا اغنيه. ده حتى ام كلثوم قالت حاجه حلوه قوي لما قالت لحبيبها افتكر لي مره كلمه عشنا فيها دي الهوى، وافتكرني مره غنوه يوم سمعناها سوا. يعني شوفي قد ايه ان ممكن الكلمه الحلوه الجميله تبقى وعاء امن ودافي لمشاعر الانسان ولسعادته ولاطنابه ولسموه واحاسيسه ولعلاقته مع الاخر وللدفء العطيف اللي ممكن يتعايش بيه مع كل افراد اسرته. هل الكلام ده اصبح موجود في العصر الحالي؟ ما اعتقدش. التكنولوجيا والماده والصراع الحميم ان احنا عاوزين نبقى احسن من اللي حوالين مننا، ده خلانا نفتقد السعاده الحقيقيه. بقى الانسان منهك عصبيا، منهك نفسيا، مستنفذ وجدانيا. اعتقد ان لو كل واحد حط قدام عينيه ان هو يكون سعيد في ابسط الاشياء، سعيد بالقعده مع مراته، سعيد بضحكه ابنه، سعيد بالصحة اللي عنده، سعيد ان معاه مغطيين النهاردة مش لازم يكون معاه ثروات طائلة بكرة، هيستمتع بكل لحظة بيعيشها من غير اي مشاكل. وكمان يا دكتور انا عايزة اتكلم برضو عن الناس
اللي هم مثلا بيفقدوا عزيز لديهم، زي مثلا ام او اب بيفقدوا ابن في سواء في استشهاد او في حوادث غادره غاشمه، اكيد يعني معلش يعني هم طبعا مش هنقدر نقول لهم حسوا بالسعاده، لانهم السعاده في وجود ابنهم اللي كان بيعولهم، لكن هم طبعا لو لجأوا الى الله سبحانه وتعالى وبقى عندهم ايمان. انا كل اللي بشوفهم في التلفزيون بصراحه يا دكتور عندهم ايمان قوي جدا برغم المصيبه اللي حلت عليهم. صحيح. هو بص حضرتك، حضرتك اسكندرانيه واكيد كنت بتقف قدام البحر وتشوف البحر وموجه رايحه وموجه جايه، ولحد دلوقتي والله فات حياه. طبعا. فالبحر ده عامل زي الدنيا، الدنيا كده برضه موجه رايحه وموجه جايه، بين الفرح والحزن، بين ان احنا بنخلف ولد وبين ان الحياه تاكل مننا وبنحط في التراب حد مننا، اب او ام او اصدقاء او اخوات. أي. بين النجاح والاخفاق، بين الاقدام والاحجام. هي الدنيا كده عامله زي موج البحر، موجه رايحه وموجه جايه، وقاعدين عايشين في الوسط. فدايما بقول لاي حد خبرات الالم كتير في الحياه، اقصاها واقصاها على النفس هو خبرة الفقدان، إن الواحد لما بيجي يدفن حد في التراب بيحس إنه قطع من لحمه. أيوه. بيرمي في التراب 30 40 سنة من عمره بكل أحداث الحياة، مش مجرد إنسان بنفتقده. صح. خبرة مؤلمة؟ طبعًا خبرة مؤلمة، ولكن يبقى أن الخير فيها في أمتي اليوم الدين، يبقى أن الإنسان اللي مات ده لو يملك يبعت لنا رسالة من العالم الآخر هيقول عيش حياتك واستمتع زي ما أنا عشتها وخدت حظي منها واستمتعت إلى أن لقيت وجه كريم. يبقى ان لو انا خسرت صحتي وعافيتي والوقت اللي بعيشه وعشته بطاقه سلبيه، فانا بخسر خساره اخرى مضافه مع الانسان اللي انا افتقدته او مات. لا، انا المفروض ابقى واقف على رجلي عشان انفعه وانفع نفسي، انفعه بالعمل الصالح، انفعه بالدعاء، انفعه بالتصدق، انفعه بالزياره بتاعته، انفعه ان انا اشوف هو كان بيحب يعمل ايه واعمله، انفعه ان انا اود الناس وافضل رحم مع الناس اللي كانت بتحبها. يعني انا شخصيا لما بحب اشوف ابويا بدور على اصحابه اللي بيحبهم واروح اشوف وشه في وشوشهم، ده مهم جدا. فانا بقول كل ده مش هيتسنى لينا ان احنا نعمله لو احنا انتكسنا وقفلنا على نفسنا وعشنا خبرات الحزن والالم واستدرنا المشاعر الاليمه وقعدنا بقى نبكي بدل الدموع الدم زي ما بنقول. لا، انا بقول لازم نستفيق ولازم نلجا ونتضرع الى المولى عز وجل بالدعاء للميت وبان هو يصبرنا على اللي احنا فيه ونبتدي ننتج، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا راى احدكم الساعه تقوم في هذه فسيله فليغرسها. ده القيامه بتقوم، انت هغرس لمين؟ مش شغلتك، انما ده مؤشر ان انا لازم ازرع الامل في بكره مهما كانت احداث الحياه ومهما كان معطياتها. طب دكتور عايز اسالك، ايه الحاجات اللي في حياتنا تخلينا نحس بالرضا والقناعه؟ نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة، أكل الحلال. صدقيني الإنسان لو بياكل حلال وبياكل بشقة، مش بياكل إنه بيضحك على حد ولا فتح عينك تاكل ملبن ولا إنه هو بيلبس طاقية دال، ده يعني قاعد بيسعى في مناكبها. صحيح القرش بتاع العرق ده طعمه حلو قوي. أيوة. طعمه صحيح. جميل، في سعادة وفي جمال، ده نمرة واحد. نمرة اتنين إن أنا لازم أحس إن اللي حوالين مني راضيين عليا، رضا العبد من رضا الرب. لازم أحس إن مراتي راضية عني، أولادي راضيين عني. القصه مش ان انا قاعد شغال منتج وشغال سبونسر طول النهار بره البيت وعمال اجيب لهم في فلوس اطلاقا. لازم يبقى راضي عن تواجدي، عن حل المشكلات، عن تفهمي لمشاعرهم والاحاسيسهم، عن احتوائي ليهم. ده بيعيش الانسان سعاده بعدها سعاده. كان زمان الناس فقيره انما كان لازم في علاقه الوجه للوجه، كانت الطبليه دي محاكم تفتيش، كان الاب يقعد على الطبليه، انت يا ابني ايه الطايره اللي في وشك دي، وانت يا بنت النمره بيها ده وفرك، محاكم تفتيش. افتقدنا حميميه العلاقه. ده حقيقي. الانسان لو عمل علاقه وجه لوجه مع مراته مع اولاده ولو في وجبه واحده في اليوم هيحس بسعاده وهيحس باطناب. لو عمل سوشيال سبورت اللي حوالين منه، يعني بقى داعم ليهم، بيروح يزور المريض وبيبر والديه وبيطلع في جنازه المتوفي وبيخلي باله من مشاعر جاره، هتحسسه سعاده ما بعدها سعاده. لو قدر انه يحافظ على الفروض بتاعت الصلاه وبتاعت الصوم وبتاعت الزكاه بقدر الامكان، هيحسسه طبعا بالسعاده. ولا سيما ده الايه القرانيه الكريمه في سوره الرعد، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب طبعا، وتهدى النفس، والورع والخشوع اللي بيبقى جوه الانسان وبيخليه يحس بالسعاده.
السعادة من وجهة نظري ملهاش خلطة سحرية، يعني لو حد قال لي قول لي ايه وصفة السعادة ما اقدرش اقول له، هي كل واحد فيها انديفيدوال، فروق فردية بيختلف عن التاني، ولكن يبقى السعادة الحقيقية في الرضا بالمقسوم، لان الرضا بالمقسوم عبادة، ولذلك المولى عز وجل قال في القرآن الكريم ولسوف يعطيك ربك فترضى. واحنا جات لنا على فكرة اجابات سريعة جدا المرة دي على الفيسبوك. مثلا نينو يونس بيقول انا كل ما اشوف مامتي كويسه بحس بالرضا واني مش عايز اي حاجه تانية من الدنيا. طبعا انا احب اقول له ان فعلا السعاده الحقيقيه في سعاده من حولك، مش في مجرد ارضائهم. يعني ممكن ارضي اللي حوالين مني، يعني والدتي مثلا جعانه جبت لها وجبه فطار خلاص رضيتها، انما تفرق لما اجيب لها وجبه الفطار واكلها لها بايديا وادلعها كده واقول لها كلمه حلوه واحسسها ان حياتها ما راحتش على الفاضي، ده في بقى ابنها دلوقتي الجميل اللي بيحتويها ويستوعبها ويطبطب عليها ويحتضنها زي ما هي احتضنته سنين وسنين وسنين على حساب عمرها وحياتها. ففي فرق كبير ان انا ارضي اللي حوالين مني وبين ان انا اكون انا مصدر السعاده ليهم، مصدر السعاده الدايم. والمفروض مش مجرد ان هو يشوف والدته، لا ده يراعيها في غيبتها وفي قعدتها وفي مروحها وفي قيامها وفي مرضها وفي تعاملاتها مع مراته وفي تعاملات ابنائه معاها. ده شيء مهم جدا، لا شك طبعا ان الوالدين دولت اللي هو يعني يعدوا في حياته وما يدركهمش ولا يدرك رضاهم فقد طربت يداه. فده كلام حلو جدا اللي قاله اخونا اللي بعت على الفيسبوك، وبقول له تواصل وزيد واستزيد وجود في علاقتك بامك، هتبقى فعلا اسعد الناس واعلاهم نزلا. انا بشكرك جدا دكتور وليد هندي، ودايما احنا بنلجأ لك في الحاجات اللي هي تريحنا نفسيا. انت بتقول لنا كلام جميل، يا ريت ناس كتير كلها تبقى ماشيه ورا كلامك، طبعا اكيد هم مقتنعين بيه بس يعملوا بيه بقى. طيب احنا معانا التليفون يا استاذ مجدي. اوكي، زي ما قلت لكم في الاول ان سندوتش طعميه ممكن يساعدنا. سلام كده لو انت وجوزك اول ما اتجوزتوا نزلتوا رحتوا واخدين كده سندوتشين فول وطعميه وانتوا بتضحكوا وانتوا مبسوطين، ده هيسعدكم فعلا، والله ده هيسعدكم جدا. في ناس تقول لك يا عمي سندوتش فول وطعميه، الحمد لله مفيش حد، في بعض الناس مش لاقيينهم. دلوقتي معانا تليفون استاذ محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والسكان. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. احنا كنا عايزين بس نسال حضرتك بالنسبه بقى للانفجار السكاني اللي عندنا، يعني صحيح صحيح صحيح. وطبعا احنا حضرتك من اقل من شهر، يعني بالذات يوم 24/11 السنه دي، ايوه، اعلنا ان احنا وصلنا في الداخل الى 92 مليون نسمه. وطبعا حضرتك لو اضفنا عليهم ال 8 مليون اللي هم خارج مصر، ايوه، يبقى الاجمالي 100 مليون نسمه. المشكله في ايه بقى حضرتك؟ ايوه فعلا. المشكله ان احنا عندنا عدد المواليد السنويه 2.7 مليون مولود في خلال السنة الواحدة. أيوه. لو طرحنا منها حوالي 6 مليون مولود يبقى الصافي 2.1 مليون، دي تمثل الزيادة الطبيعية للسكان خلال سنة واحدة. أيوه. فطبعا هذا العدد الكبير خلال العام معناها ان احنا باختصار كده عشان وقت البرنامج، لا تحت عمرك، لا براحتك الله يخليك، براحتك، ان احنا بنزيد في الدقيقة الواحدة 4 أفراد، بمعنى ان احنا بنزيد فرد واحد كل 15 ثانية. فطبعا هذا المعدل وهذه الزيادة كبيرة جدا. فحضرتك لو تتخيلي ان الاثنين مليون، طبعا اثنين قدامها 6 أصفار، ايوه فن، لو شلنا 3 أصفار يبقى احنا محتاجين في السنه 2000 مدرسه كبيره الحجم، كل مدرسه 25 فصل فيها 40 تلميذ. هل احنا يا فندم بننشئ في السنه 2000 مدرسه؟ لا يا فندم، لا، ما بننشئش ال 2000 مدرسه، وبالتالي ينعكس على
زيادة الكثافة في الفصول، والتعليم والصحة وكل الحاجات يعني، ده ينعكس على مدى التحصيل. ادي بالنسبة، ادي ابسط حاجة انا بقول كمثال يعني. أيوة. مثال تاني حضرتك، ان احنا برضو كنتيجة التعداد، ان احنا نسبة النوع في مصر 51% ذكور و 49% اناث، يعني تقريبا الاثنين يعني نسبة قد بعض. فال 2 مليون معناها في المستقبل مليون حالة زواج، محتاجين مليون شقة في السنة. هل احنا بننشئ مليون شقة في السنة؟ لا ما بننشئش. يبقى اذا من هنا بتظهر اللي هي مشكلة السكان ومشكلة الوحدات السكنية والارتفاع اللي احنا بنشوفه النهارده، والخدمات بقى وكل الحاجات اللي محيطة بال، طبعا كل ده بيعكس حضرتك. يعني تخيل حضرتك 2.7 من 10 مليون مولود من اول ما يتولد الطفل، محتاج طبعا تطعيمات وتغذية ورعاية صحية، وبعد كده مدارس ابتدائية حتى الجامعة والتخرج، وبعد كده عايز فرصة عمل. لما بتلاقيش فرصة عمل بيظهر بقى بعد كده مشكلة البطالة. أيوة. فطبعا احنا عندنا، لو تعرف حضرتك ان احنا عندنا 3.6 من 10 مليون متعطل النهاردة، كل واحد من دولت يمثل مشكلة بالنسبة للأسرة. أكيد طبعا طبعا، واخد بال حضرتك. وطبعا يبدأ بقى ايه المشكلة بقى حضرتك، عشان الناس ابسطها في كلمة بسيطة. أيوة. احنا الزيادة السكانية ديت بنطلع منها ما يسمى بمعدل الزيادة الطبيعية للسكان. احنا النهاردة 2.5% معدل زيادة طبيعية. علشان نبقى محلك سر، يبقى لازم يكون المستوى المعدل النمو الاقتصادي الضعف. يبقى 2.5 × 2 يعني 5. ايوه. لو اقل من كده يحصل بقى المشاكل اللي احنا دلوقتي بنعاني منها. ليه؟ صح. عشان معدل النمو الاقتصادي النهاردة 4.2 او 4 مش 5. تبدأ تظهر المشاكل في المجتمع. لو تتذكري حضرتك ان من 6 شهور ظهرت مشكلة الرز وزادت أسعاره. أيوة. من 3-4 أشهر ظهرت مشكلة ألبان الأطفال. أيوة. النهاردة ما زلنا نعاني من مشكلة السكر وارتفاع أسعاره ونقصه وتواجده في السوق، مش كده ولا لأ؟ ده صحيح. وارتفاع أسعار كل الاحتياجات من الإيه؟ من اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة. واخد بال حضرتك؟ كل دي بقى مش دي بقى كل دي مشاكل بتنعكس علينا ولا إيه؟ طبعا طبعا. فإحنا عشان النمو الاقتصادي بيصعب تحقيقه بسرعة، يبقى لابد إن إحنا نحجم من الزيادة السكانية. أيوة صح جدا. إيه أكتر بقى المناطق اللي هي فيها زيادة في السكان، وهل من ناحيتكم بيحصل توعية؟ أيوة. أو أكيد في المحافظات وفي الأرياف. شوفي حضرتك، أكتر مناطق أكبر معدل نمو الزيادة السكانية اللي هي محافظات الصعيد. أيوة. معدلها اعلى من معدلات الجمهوريه، واخده بال سيادتك؟ محافظات الصعيد كلها. ايوه فندم، واخده بال سيادتك؟ فطبعا احنا بنقول ان ليه الصعيد؟ الصعيد لان هتلاقي فيها معدل الفقر عالي، معدل الاميه عاليه. لو تعرفي حضرتك ان معدل الاميه في التعداد الاخير كان 30%. ياه. 30%، لكن الاناث اكثر من الذكور ب 15، يعني كان 23% للذكور معدل الاميه، الإناث كان 38%، والإناث طبعا مسؤول عن الخلفة. أكيد طبعا. واخدة بال سيادتك؟ والصعيد كمان فيها مشكلة إن هو إيه؟ في حاجة اسمها العزوة. يقول لك أنا أخلف عيال كتير عشان يبقوا عزوتي في حياتي. عزوتي وعايزهم، والفقر بالذات يؤدي إلى إن بخلف طبعا. عشان مثلا الأولاد يشتغلوا ويكونوا مصدر للرزق. ده صحيح يا فندم. طب حضرتكم الساعة اللي هي في صلاح سالم اللي هي بتعد السكان دي، اللي لما بقف في الإشارة بلاقيها ور ور على طول. لو وقفت حضرتك دقيقة واحدة هتتحرك 4 مرات. ما هو انا قلت كل 15 ثانية تتحرك واحد. بالظبط، وهو ده المعدل اللي انا قلت عليه حضرتك. طب في المحافظات هتعملوا حاجة زي كده يعني الناس؟ كل المحافظات النهاردة، في 25 محافظة النهاردة ركبت الساعة السكانية علشان تعلن المجتمع بسرعة الزيادة السكانية. طب هل هم بيعملوا بيها يا فندم ولا مش؟ هو حضرتك سألتيني يعني كيف يمكن تحجيم هذا الموضوع. ايوه، احنا في حاجه اسمها الرائدات الريفيات، لابد من تفعيل دور الرائدات الريفيات علشان يوجهوا السيدات الى وسائل تنظيم الاسره ووسائل الاعلام عندنا
تعلن عن تواجد هذه الوسائل بالمجان وتيسرها للسيدات. وفي بقى ما شاء الله الايام دي يعني في اللي هي المشوره بتاعه تنظيم الاسره في كل القنوات النهارده، واعتقد في القناه بتاعت حضرتك دلوقتي اللي هي 16021. أيوة. لتقديم المشوره. ما هم حضرتك بعد اذن حضرتك، يعني انا اسفه طبعا اللي بقول كده، بس هو لما تيجي تسال شيوخنا الافاضل يقول لك لا ما نحددش الناس. لا 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 لا، في احد اللقاءات الهامه سؤال رجال الدين سؤال أيوة. مهم جدا، وهو ده حل بقى المشكله. ما سيادتك ارجو ان سيادتك تركز عليه. حاضر. اللي هو ايه؟ هل الانسان اللي عنده عيل طفل مهما كان ولد او بنت، ايوه، لو انتظر 3-4 سنين في مشكله لغايه لما يخلف الطفل الثاني، وحاجه بعد كده اللي عنده طفلين ممكن يستنى 5-6 سنين لغايه لما يخلف الطفل الثالث، واللي عنده 3 يكتفي بما رزقه الله وربنا يبارك فيهم عشان ربنا تربيه كويسه. يعني زي ما حضرتك بتقول هم اباحوا التنظيم بس منع الحمل ده. انا ما كملتش لسيادتك. اتفضل. انا اسف. سؤال واضح ومتسجل عند حضرتك في التلفزيون. ايوه فهمت. رئيس الجمهوريه سالوا رجال الدين هل هذا الموضوع حلال ام حرام يا فضيله الشيخ شيخ الازهر؟ قال له حلال. واخد بال سيادتك؟ احنا لما نكون اي اسره عندها عدد مناسب من الاطفال ويربيهم حضرتك وكل الناس مقتنعه بكده، طبيعي طبعا. احسن من ان يكون عندي عدد كبير من الاطفال وانا مش عارفه اربيهم ومحتاجين، صح ولا لا؟ مظبوط جدا، طبعا. واخد بال سيادتك؟ فاللي احنا بنقوله انا عايز من خلال سيادتك وسيادتك متميزه ربنا يكرمك ان هو عايز اقول لابد من تفعيل دور الرقابه على المصنفات الفنيه. أيوة. اللي بدات خلال الايام الاخيره اللي هي الافلام بتاع فسيادتك فيها، طبعا انت متفقه معايا والناس كلها متفقين، اللي فيها القتل والمخدرات والعري والمشاهد الجنسيه التي تثير غريزه الشباب الصغير. واخد بالك؟ من امتى احنا كان في حاجه اسمها اللي هو الزواج العرفي اللي كان في الجامعات والمشاكل دي؟ واخد بالك سيادتك؟ ادي نمره واحد. نمره اثنين، ارجو تفعيل القانون ضد زواج القاصرات. وعايز اقول لسيادتك مفاجاه هتتفاجئ لها دلوقتي. نتائج التعداد بتقول ان عندي 4500 سيده ارمله من 16 ل 19 سنه. خلي بالك من السن. ومش متزوجه ولا مطلقه، انا بقول لك ارمله. يعني اتجوزت واحد كبير. لما تكون واحده 16 سنه متى تزوجت وعاشت وانجبت وايه؟ وجوزها توفى عنها. لان اهاليها بزوجوها وهي عندها 11 12 سنه. واحدى المحافظات جه في الجرايد الايام اللي فاتت دي حضرتك تم القبض على مأذون وشيخ وامام مسجد. يعني عقدوا اللي هي زواج لقاصرات. واخد بال سيادتك؟ فهي لابد من تفعيل القانون، مش كده ولا لا؟ طبعا. فهو دي انا بقول لسيادتك، يعني مثلا في عجاله عشان وقت البرنامج يعني. لا براحتك خالص يا فندم، احنا بنستفيد من كلام حضرتك والله، والناس كمان. اتفضل يا فندم. فاللي احنا عايزين نقوله حضرتك ان يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على اللي هي تفعيل الرقابه على المصنفات الفنيه وتجديد اللي هي الرقابه على اللي هي تحقيق اللي هو الشديه في القانون. واخد بال حضرتك؟ يعني كل دي زائد ان احنا بنقول تفعيل دور الرائدات الريفيات. وبعدين حته ان هي العزوه بقى والولد، احنا بنقول الولد زي البنت والبنت زي الولد، فاحنا بنقول ربنا يكرمه باي ولد او بنت بيرضى بما قسم الله له. ونقول ايه؟ ربنا يصلح الحال كده وان احنا نقلل من عدد المواليد، هو دي المشكله بتاعتي. طب حضرتكم ليه مش بتمولوا بقى حملات زي اللي كنا زمان، حسنين ومحمدين ومدام كريمه مختار ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب؟ سيادتك حطيتي ايدك على اين توجد المشكله دلوقتي. الجهاز المركزي يا فندم بيقوم كل 10 سنوات باجراء التعداد العام للسكان والاسكان والمنشات. تمام. حصر شامل لجميع المباني والوحدات السكنيه والاسر، انا بزور الاسر وبجيب الافراد وخصائصهم اللي بقول لسيادتك عليها دي. أيوة. لكن اللي بيمول الحمله اللي هي وزاره الصحه واللي هي المجلس القومي للامومه والطفوله. احنا عايزين نقول ان احنا ايه؟ نساعدهم او الدوله تساعدهم
في انه تفاعلهم وتزيد من امكانياتهم شويه عشان دورهم يزداد ويكونوا اثر وموجود في المجتمع. لكن احنا انا دلوقتي انا بنتج ايه سيادتك؟ أيوة. انا بنتج بيانات وبحللها قدام متخذ القرار. تمام، انا بشكرك جدا جدا واسفه ان انا اطلت عليك، بس فعلا كلام حضرتك مفيد ويا رب الناس كلها تقتنع بالكلام اللي حضرتك قلته. ما هو كده يا فندم، يعني الاقي واحد مثلا، مع احترامي جدا للارياف او المحافظات، قاعد يخلف 7 8 وهو يبقى قاعد على الدكه قدام البيت بتاعه بيشرب كوبايه الشاي والسيجاره الحلوه والسجاره الحلوه، وبعت البنات دول كلهم يشتغلوا في مصر شغالات في البيوت. ما ده اللي بيحصل، بيجيبوا له بقى ايه؟ فلوس طبعا. فهو لا محتاج ينزل ولا يشتغل، هو قاعد يخلف بس، يخلف ويكبروا شويه، ما بيكبروش قوي كمان، يعني يمكن 11 12 سنه، يعني بنشوف شغالات صغيرين جدا، بيحرمهم من طفولتهم، بيحرمهم من فرصه اذا كانت للتعليم. يعني انا مش فاهمه، هم دول، هو انت فاتح مصنع بتطلع بولوبيف وبعد كده الناس، انا مش فاهمه يعني الناس دي. وبعدين لما ترجع تقول ايه الدنيا غليت، طب ما هي لازم هتغلى، ما احنا كتير، احنا كتير جدا. يعني الناس اللي بتشتكي، يا جماعه انا معاكم جدا، انا لما بنزل من 3 ايام كده نزلت رحت سوبر ماركت، انا بحب اشتري حاجتي بنفسي، ابص عليها كده واشتريها بأمانة أقسم بالله ما بشتري لحمة. غليت بطريقة مستفزة. هي اللحمة دي هتحيني؟ طبعا لا. فياريت احنا كمان، يعني أنا الجبنة غليت، الخضار غلي، الفاكهة غليت، الرز مش لاقيينه ويدوهم بدل الرز مكرونة. طب ما أنا عايز أعمل شوية طبيخ كده ورز، مش هعمل لحمة ولا فراخ ولا حاجة، والعيال تاكل وتنبسط. ما فيش رز، لو عايزين خدوا مكرونه. ما يا جماعه الحاجات دي كلها بتستفز الناس والله بجد. وغلو اسعار السكر، سكر وصل 20 جنيه دلوقتي، روح اشتري سكر بس هتلاقي كيلو ب 20 جنيه، هتلاقي الرز مش عارفه بكام. ما هو الرقابه بقى على الحاجات دي مهمه جدا جدا. البان الاطفال مش عارفه فيها ايه، طبعا انا مش هتكلم نهائي عن الادويه، الادويه دي مشكلة فظيعة جدا، ان حد عيان بيموت معاه فلوس انه يشتري الدواء بس بيروح ما بيلاقيهوش او بيلاقيه غلي جدا. يعني في اقتراح سمعته انه مثلا الادوية البسيطة بيبقى فيها مثلا شريطين، طب خلوا فيها شريط واحد ويبقى ثمنها معقول بالنسبة للناس. ان يعني في ناس كتير جدا وانا منهم على فكرة، ساعات اجيب علبه دواء مثلا فيها شريطين 3 كل الحكايه، بس اعمل شريط شريط ونص والباقي خلاص بيبقى اكسبايرد فبرميه. ف انا مش هقول ان احنا لازم نستحمل، بس احنا لازم نستحمل، لازم عشان بلدنا تقوم لازم نستحمل، ولازم كلنا نتكاتف مع بعض في حل مشاكل كتير قوي. يعني في حل مشاكل الاكل مثلا، هي دي اكتر حاجه بتهم المواطن المصري، انه يلاقي اكله وشربه. لو لقى اكله وشربه خلاص مش هتبقى عنده مشكله. مش عارفه اقول ايه تاني، بس يعني يا جماعه والله كلنا بنحس بالحاجات دي على يعني على مختلف المستويات. فنصبر ان شاء الله خير، واللي جاي احسن بجد ان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله ربنا هيكرمنا باذن الله. طيب فقرتنا بقى النهارده في حلقاتنا مخصصين وقت كبير قوي هنتكلم فيه عن السعاده مع ضيفتنا خبيره الابراج وعلوم الفلك سابي، عشان نشوف ايه الفرق بين شخص والتاني، كل واحد فيهم بيشوف السعاده ازاي، وكمان يا ترى مين اللي شايفها ضلمه كحل. سابي هتكون معانا في الفقره الاولى من البرنامج، وطبعا استنونا عشان هنتكلم عن حاجات كتير جدا عن علاقة الأبراج بالسعادة. وكمان عاوزاكم كالعادة تشاركونا في موضوع الحلقة وتقولولنا من وجهة نظركم ايه الحاجات اللي في حياتك بتخليك حاسس بالرضا والقناعة.
ده سؤال حلقتنا النهاردة، مستنين إجاباتكم من دلوقتي ولغاية آخر الحلقة على صفحة البرنامج على الفيسبوك. بعد ما خلص فقرتنا الأولى هنخش على الفقرة الثانية مع الشيف حسن حسونة. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة إن الأسبوع الجاي إن شاء الله هو آخر أسبوع لبرنامج انتبهوا أيها السادة، وتاخدوا أجازة مني شوية، وأنا برضو عندي كده كم حاجة يعني أشوف حالي فيها، وإن شاء الله لو قدر ربنا بإذن الله ما شئة الله نرجع لكم تاني، بس بعد مثلا بعد فترة يعني بعد رمضان يعني بعد العيد حاجة. فبقول لكم إن الأسبوع الجاي ده إن شاء الله هيبقى آخر حلقة لانتبهوا أيها السادة. دلوقتي تعالوا معانا نشوف فقرتنا. ورجعنا لكم تاني ولسه كلامنا عن السعادة والرضا والقناعة. أكيد كلنا متفقين أننا كأشخاص بنختلف في الحاجات اللي بتحسسنا بالسعادة، يعني مثلا في ناس شايفة السعادة في المال، وفي اللي شايفها في الحب، وفي اللي شايفها في الأكل. يا ترى بقى إزاي الأبراج بتصنف الناس دي، وإيه الحاجة اللي بتسعد كل شخص حسب نوع برجه وتخليه حاسس بالرضا؟ ده اللي هنعرفه حالا، بس بعد طبعا ما نرحب بضيفتنا خبيرة الأبراج وعلوم الفلك سابي. ازيك يا سابي؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ بصي يا سابي، احنا جالنا ردود كتيرة قوي عن الحاجات اللي بتحسس الواحد بالرضا والقناعة. يعني في ناس بتقولك لما بتحصل لي مشكلة بقول الحمد لله، اللي هو حامد علي. داليا احمد اني اشوف ولادي كل يوم بخير. وبوسي محمد دعوة حد غلبان وانا نازلة الشغل الصبح. وسارة كامل لما ربنا بياخد لي حقي من حد اذاني او ظلم. انا عايزة اسألك الاول، انت من وجهة نظرك بتشوفي السعادة في ايه؟ انا كسابي يعني في الرضا فعلا. انا الحمد لله الحمد لله بحمد ربنا ان انا ببقى راضية بالوحش كمان قبل الحلو. تمام. يعني دايما لما بيحصل اي حاجه وانا مش متوقعها بقعد اقول الحمد لله وما بزعلش، يعني دايما بقعد افكر بعقلي اكتر عشان طبعا انا فاهمه في الموضوع شويه، فبحاول احكم عقلي اكتر. فاهم حاجه في حياه الانسان هو الرضا، لو الانسان يرضى هيرتاح جدا. يعني ما هو حتى لو انت مش بس على فكره هي الرضا، يعني موضوع الرضا دوت في الانسان هو يعني خلينا نقول ان مش هو بنسبة 100% كبرج، ان في ابراج بترضى وابراج لا. لا، انا شايفة ان هي في الاساس في التربية. يعني خلينا نقول هو يعني النسبة الاكبر في الرضا من الناس اللي هم عندهم رضا بنسبة كبيرة دي بتبقى في تربية الاب والام لاولادها. يعني دي بعيدا عن الابراج اللي انت لا خلينا نقول يعني ده نخليه سيستم حياتنا. لا يعني خلينا نقول ان في حد بيبقى عاقل بيبقى دماغه كبيرة، فلما اهله بيربوه على ان هو بيبقى راضي الموضوع بيزيد عنده. ماشي أوكي. بس انا بقولك انت بعيدا عن الابراج اللي انت بتفهمي فيها. اوكي. مش عشان ان انت بتفهمي في الابراج فبترضي باللي ربنا قسمه. لا، ما هو دايما اللي فاهم بيريح. ما هو انت دلوقتي لما بتكوني فاهمه حاجه وفاهمه ان دوت مثلا قدر ربنا ان هو مثلا حاجه مش من نصيبك حاجه مش بتاعتك. ايوه ده أوكي. قدر ربنا بالظبط. فانت لو الفاهم بيريح، فاللي فاهم ده بيبقى مرتاح وراضي. طيب مين من الابراج اللي شايف ان السعاده في المال؟ السعاده في المال وبيحب الفلوس يعني. اوكي، خلينا نقول في الستات، ست الميزان بتحب الفلوس، خلينا نقول ست التور بتحب الفلوس، ست العقرب بتحب الفلوس. بيحبوا يبقوا معاهم فلوس لان هم ما ينفعوش ما يبقاش معاهم فلوس. في ناس تانية بتحب الفلوس عشان يعني ما تنفعش، يعني عشان تتعايش. يعني يا معتصم ليه هو قال ايه؟ بيقولوا لي امال برج لا الجوزاء لا الجوزاء عايز يبقى هو وسطي. بيحب ودي مش مجامله ولا حاجه. اوكي، الجوزاء بيحب يبقى عايش في المستوى اللي هو بيحب يعيش فيه، لكن مش اللي هو عايش عمال يعني بيجري رقم واحد واثنين وثلاثه الفلوس. لا، بس عايز يشتغل نجري وما فيش لا، يعني دايما الجوزاء عايز انا اشتغلت انا عايز حقي.
حلو قوي. ما هو ساعات بيبقى عنده بلاوي وعنده ظروف وحاجات عايز يعملها، لكن في لكن في ناس ويملى الثلاجة لكن في ناس بتحب تجمع فلوس تكنز، هو ده مش بتكنز كمان، هي بتبقى خايفة ودايما تحس ان هي مبدأها الاول والتاني والتالت هي الفلوس. طب ناخد تليفوننا، مين يا استاذ مجدي؟ سلمى. ايوه يا سلمى، مساء جميل يا استاذه هيله. مساء الهنا على حبيبتي. نعم. انا بحب خالص على فكره. حبيبه قلبي ما تحرمش منك، ربنا يكرمك يا رب. تحياتي ليكي وللضيفه اللي مع حضرتك. حاضر. بس انا عايز اسال على حاجه، انا برج الحوت وكل حاجه عندي متلخبطه. دي حقيقة. كل حاجه عايز اعرف كل حاجه عنه ومدى التوافق بينه وبين الجوزاء. طب التاريخ كام؟ تاريخ بس، تاريخ يا سلام. انا 22. 22. وهو جوزاء؟ هو لا، هو 26/5 على ما اعتقد. 26/5 على ما اعتقد. حاضر يا سلمى، حاضر. 20/2 ده هي 20/2 اوكي. بس هي ده اللحوت. لان هي الايام هي عاطفيه قوي ودايما وعاطفيه وحنينه، وتحس ان هي طفله كبيره، هي بتدور على الحب والاستقرار والبيت والاولاد. لكن هو كم؟ 24/5؟ 26/5. هو طور جوزاء. هو دماغه شغاله طبعا، هو ما فيش وفاق ما بينهم قوي، لان هي حد تحسي ان هي لو كانت جت من 50 سنه ورا كانت الامور ظبطت معاها احسن، لان هي طيبه بزياده، حنينه، عاطفيه، وهو حد عملي جدا جدا. طور وجوزاء مع بعض برضو بيبقى شخصيه قويه وعمليه، لانهم قريبين من بعض. هو 20 اليوم اللي ما بين الثور والجوزاء. فهتحس ان هو كثور وجوزاء دماغه شغل شغل وعملي. ودايما يعني اخر حاجه يفكر فيها هو الحب والعاطفه والجو دوت، لكن هي بالنسبه لها ده اساس. اوكي. طيب 6/12 بنت. 6/12 بنت. قوس. ده برج القوس، يعني قوس قوس. دي حد محظوظ جدا جدا جدا، الفتره الجايه عندها حلوه في برج القوس، اللي هم من يوم 1 ليوم 10 هم اللي يعني في برج القوس محظوظين، لان هم عندهم نسبه حظ غير عاديه في يعني دونا عن الابراج كلها هم اعلى نسبه. بس هم الفتره اللي فاتت دي كانوا متلخبطين جدا، بس بقى لهم حوالي يومين ثلاثه الدنيا ابتدت تظبط معاهم والامور ابتدت تظبط والدنيا تمشي عندهم، واللي جاي عندهم احلى ان شاء الله. فاطمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هيله؟ ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. لو سمحتي عايزه اشوف برجي وابراج ولادي وجوزي. حاضر يا فندم، اتفضلي. انا 18/10/7 وبنتي 16/7 وزوجي 5/7 وابني ده بالذات الله يخليكي 23/10 في تانية ثانوي ولعبي ومش بيذاكر والامتحانات الترم قربت وعايزة اطمن على النجاح. حاضر. يبقى وابني الكبير 25/9 كده الحلقة خلصت. نطمن على البرنس بس. البرنس استنى يا معتصم، 23/10 مش هو ده؟ اتفضل. اوكي. 23/10. 23/10 برضه هو اليوم اللي ما بين الميزان والعقرب. هي الفترة دي هو عنده لخبطة. اوكي. وبقى له بالظبط اسبوعين ثلاث اسابيع الدنيا متلخبطة عنده، بس بقول له ما ياخدش أي قرارات الفترة دي خالص. وعنده شهر 1 و2 مش هتظبط معاه العملية في 2017. بالنسبة لبرج العقرب هيظبط معاه من أول شهر 3. طيب هي بقى 10/7. هي 10/7 هم يعني خلينا نقول ان هو عقرب، هو ميزان عقرب وهي سرطان، فطبعا بيبقى في بينهم توافق. وهي حد عاطفي ودايما بشغله دماغها ومركزه معاه بالزياده، هي يعني هي عاطفيه جدا وحنينه على اولادها وعلى جوزها، وتحس ان هي مهتميه بالزياده. ست السرطان لما بتركز تركيزها بيبقى عالي. طب بنتها 16/7. 16/7 هي بنتها رايحه ناحيه الاسد. بصي، هي وبنتها تحس ان هي يعني هي ماشيه في حته وهي في حته، لان بنتها شخصيتها قويه جدا. اوكي. وعناديه، ما بتعرفش حد يبقى متابعها زياده عن اللزوم.
لكن خلينا نقول ان الفتره الجايه عندها حلوه جدا، يعني 2017 تبقى حلوه عليها ان شاء الله. طب 5 5 ده جوزها، 5 5 جوزها ده برج الثور، حد بيشغل دماغه جدا جدا جدا، داخل على حياه جديده، لان خلينا نقول برج الثور الفتره اللي فاتت من اول 2014 الدنيا ما كانتش ظابطه عندهم خالص، فالفتره ديت هم داخلين حياه جديده خالص، زي ما يكونوا قفلوا باب قديم وفتحوا باب جديد، والفتره الجايه عندهم طلوع والدنيا هتبقى ماشيه عندهم احسن من الاول. طب 25 9 25 9 ده ابنها. 25 9 ده برج الميزان، اوكي، بس هو عذراء ميزان، دوت بقى صاحب مامته، لان دايما برج العذراء ميزان والسرطان بيبقوا صحاب، فده نقول ان هو قريب من مامته. دوت اللي عنده امتحانات ما بيذاكرش؟ لا، ده 23 10 اللي عنده امتحانات. 23 10 طب ده حد ذكي جدا، ده ميزان عقرب. لا، حد ذكي جدا، بس هو بيحب يسيب كل حاجه للاخر خالص، المذاكره للاخر كل حاجه، بس هو ما شاء الله ذكي. طيب 17 4 6 17 4 حوت تور، برج سوري حمل تور. الفترة ديت برج الحمل متلخبط شوية، مع انها كانت الدنيا ظابطة عنده جدا الفترة اللي فاتت، بس الفترة دي عندهم شوية لخبطة، لان هو برج ناري، وخلينا نقول ان هو اخر السنة بتبقى الابراج النارية والمائية الدنيا ملخبطة عندهم شوية. الحمد لله لجوزاء هوائي. طب جوزها بقى 24 6 24 6 سرطان، بس هو ياخد من الجوزاء شوية. لا، هي شخصيتها، هي كانت هي التور، لا هي شخصيتها اقوى، هو اهدى، يعني هو لان هو رايح رحله السرطان، برج السرطان في الرجاله بيبقوا هادين شويه نوعا ما، فلا التوافق ما بينهم كويس، بس هو في حته وهي في حته برضه، ممكن يبقى هادي وسهرن يعني، من تحت لتحت والحاجات ديت وبتاع. قولي يا سامي ما تكسفيش. لا، هو ما بيحبش حد تبقى على الملأ، يعني هو بيعمل كل حاجة، بس عارف بيعمل ايه، مش سهل يعني، دماغه مش سهلة لان هو جوزاء وسرطان. طيب نطلع فاصل وبعد كده نرجع نكمل. في السابي معانا 6 8 بنت، 6 8 بنت برج الاسد، كان بقالها شهر مش مظبطه معاها خالص الدنيا، بقالها يومين ثلاثه الدنيا ابتدت تظبط معاها، وهي بقت اهدى نفسيا نوعا ما، اوكي، والفتره اللي جايه حلوه جدا عندها، وعندها طلوع وعندها انتقال من مكان لمكان، ده اذا ما كانش هي اوريدي اتنقلت الفتره اللي فاتت ديت، وعندها حياه جديده وعندها ارتباط جديد، حتى لو هي كان في حياتها ارتباط، كان الفترة اللي فاتت دي عندها مشاكل، الأمور ابتدت تظبط عندها الفترة الجاية وتهدى، بس خلينا نقول إن نسبة كبيرة من برج الأسد لو في ارتباط هو ساب وانفصل، والسنة الجديدة في حد جديد يعني في حياته. طب 25 3 ولد، 25 3 برج الحمل، بس هو ياخد من الحوت شوية، خلينا نقول ان الفتره اللي فاتت كانت الامور عندهم مش ظابطه خالص، بس 2017 ان شاء الله هتبقى حلوه على برج الحوت، والامور هتظبط معاهم، بس من بعد شهر 3 يعني 1 و2 لا، من بعد شهر 3. طيب 21 7 بنت، 21 7 برج دي سرطان اسد، هي الايام اللي ما بين ده وما بين ده، اوكي، دول بيبقوا متلخبطين شويه، يعني هي عشان واخده من السرطان ومن الاسد، فالسرطان كان الفترة دي عنده متلخبطة، لكن الأسد كان متلخبطة وابتدت تظبط، فهي هتلاقيها الدنيا ملخبطة، لأن هي اللي ما بين ده وده بيبقى متلخبط شوية، متلخبط كتير مش شوية يعني. أنا بيصعبوا عليا اللي هم بتوع يوم 20 و21 و22 و23، علشان بتبقى الأمور عندهم بيبقوا لا بتبقى أزيد من الناس التانية، الناس التانية. طب معانا أمنة، يا أمنة. أيوة يا حبيبتي. اسمها حلو. السلام عليكم. ازيك يا حبيبه قلبي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا امنه، اسمك جميل. ويعود عليكي وعلى الدنيا كلها بالف خير يا رب، يا رب انا سعيد علينا كلنا يا رب يا حبيبتي. اموري الامر لله حبيبتي، والنبي انا عايزه السابت تركز معايا. ايوه ركزي يا سابت. ايوه والنبي الله ياخد عليكي وتقولي بالظبط. عيني. تسلم عينك يا قلبي، كل سنه وانت طيبه يا سابي. انا وانت طيبه. بصي يا سابي، انا 3 3 وجوزي 9 9
وشوفي انا طلعانه عيني، فقولي لي الدنيا هتكمل ولا يبقى شكرا لو قلتي لي حاجه تانية. لا ان شاء الله كملي يا رب. وولادي الله يرضى عليك يا سابي، ابني عنده مشكله 3/11 وابني الثاني 26/8. انا كلمتك قبل كده على فكره يا سابي، بس انت ايه يعني قلت لي بسرعه كده ما قلتليش بالتفصيل. انا أوكي. عايزه معلش يا سابي ركزي معايا بالتفصيل الممل. الله يرضى عليك. حاضر. ربنا يبشرك بالخير كده ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب 3/3 هي فعلا طلع عينها، لان هي من 2013 وطلع عينها اوكي، بس هي كل مدى الحاله بتسوء يعني، بس هي تفكيرها اللي بيعمل كده يعني، تفكيرها هو اللي بيعمل كده، بس هي المشاكل ما بينها وبين جوزها هم مش هيكملوا اوكي، هم مش هيكملوا لان الدنيا يعني هي خلينا نقول ان هي كل حاجه هي اللي بتعمل، هو ما بيضيفش، هي طالعه عينها بس معاه اوكي. مش هيكملوا، مش هيكملوا لان هو حد خلينا نقول هو عذراء، هو 9/9 عذراء. العذراء عنده مشكله ان هو يعني بيحب يعيش الحياه بدماغه هو، بنظرته هو، ومن الابراج اللي لما بتيجي تتحمل يعني، خلينا نقول ان الجيل الاخير دوت بقى صعب انه يتحمل مسؤوليه. بس ده في الرجاله بس، لكن في البنات لا، هو الدنيا اتعكست. اوكي. يعني تحس ان زمان كان الراجل هو اللي بيتحمل والظهر، دلوقتي حتى يعني خلينا نقول من بقى لنا فتره سنين لما بيجي حد بيخلف بنات بيبقى فرحان اكتر ما هو مخلف ولاد. ايوه، بيحس ان هم سند اكتر. طب ولادها 3/11 3/11 المشكله تمام. اللي عنده هتتحل اوكي. بس يمكن هي وهو عشان ابراج مائيه فمأثرين على بعض، اللي ده بيحصل يعني دايما لما بيكون في البيت برج فيه مشكله كبيره وفي برج مائي معاه، زي ما تقولي بيبقى فيه بيوقف له شويه الدنيا. طيب و 26/8 برضه ولد؟ 26/8 سرطان، قصدي اسد عذراء، الدنيا عنده هتظبط لان هو حد مرتب وعامل بلان، عارف هو عايز ايه. والفترة الجاية هو عنده انتقال من مكان لمكان احسن. طيب 11/7/6 11/7 هي سرطان اوكي. برضو خلينا نقول الابراج المائية الفترة دي عندها لخبطة، بس هتظبط الدنيا عندها. بس انا برضو زي ما بقول يا جماعة، لما بتيجوا الدنيا تقف عندكم حاولوا تتغيروا، اعملوا عكس تفكيركم. لو انتوا بتسألوا حد وفي الاخر بتنفذوا برضو اللي في دماغكم غلط. معنا سهير. الو الو. ايوه سهير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله والله في نعمه، ربنا يخليك ويخليك. ممكن اكلم طبعا سابي معاكي حبيبتي؟ اتفضلي سابي معاكي. بص حضرتك، انا 7/3 انا 7/3 وبنتي 14/12 وابني 23/5. لو سمحتي ممكن اشوف البرج بتاعهم؟ حاضر. 7/3 7/3 هي الحوت. هما يعني هما الثلاثه كانت الظروف الفتره اللي فاتت عندهم وحشه، بس اول واحد ابتدت الامور عنده تتصلح ابنها اللي هو 14/12 سوري 23/5 23/5 اللي هو برج الثور الجوزاء، هو جوزاء بس واخد من الثور شويه. تمام. ده الامور عنده ابتدت تظبط وعنده عروض جديده وعنده حياه احلى من الفتره اللي فاتت. تمام. هي لسه شويه، هي 7/3 هي لسه الدنيا مش يعني كانت كويسه من شويه، بس بقى لها دلوقتي داخله على اسبوعين الدنيا قفلت تاني. طب 14/12 14/12 برضو الدنيا ظبطت عندها، لان هي كانت الفتره اللي فاتت مش لطيفه، بس ظبطت عندها بقى لها يومين ثلاثه يعني ابتدت تهدى. اوكي. لكن هي لسه شويه مامتها. طب 1/8 راجل. 1/8 عنده انتقال من مكان لمكان، يعني لو هو شغال في حته هيجي له عرض في حته تانية خالص. لو هو في بيت عنده تغيير عمل، تغيير بيت. لو ما عندوش عربيه هيجيب عربيه، لو عنده عربيه هيغير عربيته. عنده انتقال حلو في حياته حلو. طب 10/2 بنت. 10/2 بنت عاطفيه والدنيا الفتره دي مش حلوه عندها، فانا بقول لها يعني تحاول تتغير، لان هي ست الدل والحوت
تحس ان هم عاطفيين بزياده يعني لاغين عقلهم خالص، لكن تعالي بقى امتى بيشغلوا عقلهم لغيرهم، عقلهم مش ليهم خالص، دايما عقلهم للغير مش ليهم، لكن هم يعني مش اذكياء مع نفسهم، فما تاخد ما ياخدوش قرارات الفتره دي خالص، لا ست الحوت ولا ست الدلو. طيب 25 سبعة راجل، 25 سبعة اسد بس ناحيه السرطان شويه، المفروض ان هو عنده طلوع بس عشان السرطان الراجل الدنيا عنده واقفه شويه فهيأثر عليه شويه، يعني الخير ده هيجيله بس متأخر شويه. طب انت يا سابي بمناسبه بقى ان شاء الله السنه الجديده كده ربنا يعودوا عليكي بالخير يا رب. يا رب وعليكي يا حبيبتي. الابراج اللي احنا قلنا لهم ان انتوا ممكن تحسوا بلخبطه شويه ولا حاجه، طبعا كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، واراده ربنا اقوى من اي حاجه طبعًا في الدنيا اكيد، فبرضه يتفائلوا اكيد تفائلوا يعني تجدوا يعني بالظبط يعني. بس برضه عايزه اقول ان احنا يعني ربنا مدينا يعني احنا مخيرين مش مسيرين، فدايما بيبقى قدامك على فكره كل الناس ربنا بيبقى حاطط قدامها الخير والشر او طريق الحاجه الصح والحاجه الغلط اوكي، واحنا اللي بنختار، ساعات بيبقى مش شايفين الحلو او مش يعني دايما الناس اللي بتمشي في الطريق الصح ربنا بيعميها عن الطريق الوحش والعكس بيحصل اوكي، بس خلينا نقول ان احنا لما نلاقي تفكيرنا دايما بيودينا الحاجات بتضرنا او ما بتبقاش سالكه وماشيه الدنيا معانا فنعكس تفكيرنا، علشان ساعات احنا بنبقى في ناس التعب او المشاكل اللي عندها بتخليها متلخبطه تايهه مش شايفه كويس. ما عشان كده انا كنت بقول في اول البرنامج حسابي ان الرضا ترضى بحالك اللي ربنا قسمه لك. جميل بس برضه نتغير. ماشي اوكي انا ما عنديش مشكله في ده، بس اقول ايه ان ربنا قسم لي ده ما استسلمش صحيح. هو ده أقعد ده اللي انا قصدي عليه. اقعد اجاهد عشان ابقى احسن نسعى من كده. نسعى. السعي والجهاد. بالظبط. ما هو انت لما بتجاهدي في شغلك ما هو ده جهاد، ما بتسعي في رزقك ده سعي. اكيد اكيد. يعني ما نخليناش محلك سر. وبعدين ما نقعدش مثلا لما تحصل مشكله نقعد جنب المشكله. ايوه. ونقعد يعني نبقى كل واحد متضايق على اللي بيحصل له. بالظبط. وتوتر، لا. خلاص نديها ظهرنا ونبص لقدام ونكمل. طيب. معانا نبيله. السلام أيوة. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نبيله؟ انتم طيبين وانت طيبه يا حبيبتي. انا اكلمك من زمان والله يا مدام حبيبه هنا. قلبي تحت امرك. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك. الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك تعيش. الله يبارك لك. اطلب بس طلب من حضرتك بس ان انا استاذن الدكتوره سابي تقول لي عيد تاريخ ميلاد بنتي 12/6/63. ايوه 12/6/63. حاضر. وبنتي تاني 14/6/90، وابني هو اتولد 16/9 وكتبت تاريخ ميلاده 11، وده طبعا مش قادره اقول لكم الظروف اساسا يعني صعبه صعبه في الحياه بقالنا كام سنه الظروف وحشه جدا. ربنا ان شاء الله هيفرجها عليك ومن واسع باذن يا رب الله. يا رب. بس انت قولي يا رب. يا رب يا رب. قولي يا رب. يا رب. يا رب. الله المستعان. امين يا رب. تمام. 12 6 مريحه قوي. لا ما هو بصي الواحد لما بيضيق بيه الحالات يا سابي ممكن يلاقي متنفس عند سابي صح. تبشره بحاجه، لكنه هو في الاول وفي الاخر يقول يا رب والله المستعان في صح. كل شيء ان احنا بنلجا لرب هنلجا لمين تاني صح مفيش احسن بالظبط. 12 6 12 6 هي جوزاء بس هي واخده ناحيه السرطان شويه، هم فعلا الفتره اللي فاتت الجوزاء يعني كانوا طالعين بصراحه يعني كان بقالهم فتره، بس خلينا نقول ان هم عشان نجمهم كمان خفيف شويه فالدنيا لما بيتكلموا او بيحكوا في حاجه او بيتكلموا في موضوع بتترصد وما بيكملش بيقف اوكي، بس خلينا نقول ان هي تتغير شويه يعني الدنيا مشت عندهم نوعا ما، بس ده بيبقى عايز الواحد يتحرك شويه لسه زي ما كنا بنقول من شويه نغير تفكيرنا شويه، حتى لو احنا عندنا شويه معتقدات معينه او ماشيين على طرق معينه نغيرها شويه، يعني ما بقولش نعمل عكسها الغلط بس يعني نغير تفكيرنا شويه
من ساعات بيبقى في ناس متعصبه في قراراتها. طب و14 6 بنت برضه؟ 14 6 برضه الجوزاء، بس الدنيا ظابطه عندهم والله. بس هو يمكن عشان برج الجوزاء بيبقى ساعات متحفظ في 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 ارائه، او يعني بيبقى هو عشان ذكي وبيفهم فبيبقى مقتنع بان اللي بيعمله هو اللي صح. اوكي، بس لا ليه يعني، انا اعرف مدام هاله فاخر اتغيرت الفتره اللي فاتت وبقت يعني ايه تتغير شويه يعني. اكيد انت مثلا كان عندك شويه حاجات مش لطيفه، فكرتي في ان انت تطوري او تعملي حاجه؟ والله يا سابي بصي، انا بالنسبه لي عن نفسي انا شخصيا انا مقتنعه تماما بان ربنا اللي بيديهولك هو اللي قاسمهولك. جميل، بس اكيد بحاول اغير تفكيري في ايه، في طريقه شغلي، في طريقه تفكيري في الشغل. لكن مش يعني بتتعاملي على حسب ما الحياه بتديكي. قصدي اقول ان ما بتبقيش مصممه على رايك، بتشوفي الدنيا رايحه فين. لا وبستشير على فكره. طيب اهو دي حقيقه، من استشار دي حقيقه. يعني انا بستشير وممكن استشير حد اصغر مني سنا. دي حقيقه. وانت عارفه ده. وبسالهم طيب ايه الاخ ده حلو فيكي. يعني انت بالزبط. بتطوري من نفسك. طبعا. هو ده بقى اللي انا بتكلم طبعا. فيه طبعا طبعا. طيب 29 واحد 6 29 واحد دلو. دي حد طيب قوي. انا دايما بقول لبتوع الجدي والدلو اللي هو اخر الجدي واول الدلو، ان هم ايه اللي جابهم في الزمن اللي احنا فيه ده. والله بجد تحس ان هم طيبين، بيصدقوا، يحب يخدموا الناس. دايما الناس دي الطيبه ديت دايما الناس كلها بتبقى جايه عليها، فبتحس يعني بالظلم. ايوه صح. وبيبقى منكسرين، ما مش قادرين يطلبوا، يبقى هم عندهم حقهم بس مكسوفين يعملوا ده. طيب معنا سمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مدام هيل، عامله ايه؟ ازيك يا سمر يا جميله. الله يخليك. ازي حضرتك؟ ازي مدام سامي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه يا قلبي. الله يخليك. انا عايزه اسال عن نفسي 22 3 22 3 عايزه الحاله العلميه يعني في التعليم ان شاء الله ننجح السنه دي ولا ايه، وان شاء الله الحاله العاطفيه. بصي بقى بصي بقى يا سمر، اقول لك على حاجه قبل ما سابي تقول لك. لو اجتهدتي وذاكرتي هتنجحي، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بي ما يعني بيجازي كل واحد على قد مجهوده. انت لو بذلتي مجهود زياده شويه، لكن ما ممكن سابي تقول لك دلوقتي معلش يا سابي، ممكن سابي تقول لك دلوقتي هتنجحي فتتكلي على كلامها والمذاكره تبقى نص نص. ما انا سابي قالت لي ان انا هنجح. ايوه اتفضلي يا سابي. هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله في ايه، ان بقول مثلا في برج محظوظ اوكي، بس في يعني خلينا نقول ان مش كل الابراج بتبقى مثلا طبعا. لو قلت مثلا برج الجوزاء محظوظ، بس مش كل الجوزاء ربنا هيكرمه محظوظ. اللي بيشتغل على نفسه واللي بيذاكر واللي أكيد. بيكافح واللي بيعمل هو دوت اللي بيبقى الامور عنده ماشيه. واللي بيقف مكانه ما بيعملش ابديت على نفسه او بيغير من نفسه، هو اللي بتلاقيه واقف عمال يتفرج ويقول اشمعنى ده. طب طمنينا عليها يا سامي. هي كام؟ 22 3. لا ليه الدنيا ظابطه عندها، بس هي برضو عشان يوم 22 يا عيني، اليوم اللي ما بين الحوت والحمل، فعندها لخبطه، لان الحوت الفتره دي متلخبط، لكن الحمل كانت الامور ظابطه. بس برضو عشان اخر السنه، خلينا نقول ان اخر السنه ما بتبقاش حلوه على الناس كلها، بتحس بخنقه والناس بتحس ان هم متوترين وبيحسوا ان في حاجه غلط. علشان برضو هرجع واقول بنبقى مستنيين حاجات معينه نعملها طول السنه، بنيجي على شهر 11 و12 بنقعد نفكر مع نفسنا احنا عملنا ايه طول السنه، ما بنلاقيش اللي احنا نفسنا فيه اتعمل، فبتحس عندك اكتئاب. بس ربنا ما يجيب لحد اي اكتئاب. يا رب. اللهم امين. صحيح يعني، ويجعلها سنه ان شاء الله. ان شاء الله سنه خير. ان شاء الله سنه خير علينا جميعا. انا بشكرك جدا جدا يا سابي، متشكره جدا. ودلوقتي نروح لحسن. مساء الخير يا حسن. عامل ايه؟ الله يبارك لك يا رب. الحمد لله. مالك مكتئب ليه؟ مش عارف. طيب النهارده عمل لنا حسن عرق لحمه بارده. نحط المقادير. اللحمه اهي، اللحمه طلعت عندنا يا جماعه. المقادير زيت ومستارده وصلصه وملح وفلفل بس، مش كده؟ تمام. ما بتنغزوش بقى بتوم ولا بتاع؟ في ناس يعني تعمل ايه، بتفتح
سنه كده بال وتحط توميه وترشقها بالثوم بس ده بيعمل ايه في العرق؟ بيخلي ريحه العرق لما تيجي تعملي سندوتشات كله توم. اه ما بيحطوا كده واخد بالك يا استاذه؟ اهو كده بالظبط. لا احنا المفروض نلفه بخيط. طب احنا لو ما عندناش ست البيت ما عندهاش خيط عادي، احنا بس نديله شويه المسترده نتبله تتبيله كويسه من ناحيتين، وهو يعني حتى لو انت مديتوش التوم ملح وفلفل ولا الكلام ده كله مش مهم، واخد بالك ليه بقى؟ ان انت كده كده هتتبليه تاني في الميه في البوكيه جرنيه. يعني احنا دلوقتي احنا عملنا الخلطه بتاعتنا اهو، وهندي له بس شويه زيت صغيرين خد بال حضرتك، وبعدين نروح نحطه على الطاسه او الجريلا. لو احنا عندنا طاسه نبدا نلسعهم، سيبه بقى يعيش مع نفسه في ال. والبوكيه جرنيه ده بطاطس وجزر وكرفس وبصل، اي خضار موجود في البيت. لو بصل بس، لو جزر بس، لو بطاطس بس، ترنشات طماطم، اي بوكيه جرنيه. طيب ترمي معاه شويه كرفس، شويه اي حاجه من الحاجات دي، وبعدين بنديله ميه ونتبل الميه بتاعتنا، وده هيتلسع. نبدا بقى نحطه هنا، بياخد من ساعتين لساعتين ونص في الفرن. تمام. يطلع ما يتقطعش. لا عشان سخن هيتهربل. ده لازم، هو اسمها عرق لحمه برد. روز بيف. ايوه بناخده نحطه في الثلاجه لمده ساعتين برد خالص، بنقطع عكس النسيره. يعني لو انت جيتي تقطعي تلاقيها تفرول منك، لف العرق الناحيه الثانيه وقطعي يطلع معاكي مظبوط. انا دايما بتعمل معايا كده بتفرول. يبقى انت ايه لما تيجي تقطعي؟ انا بقطع اهو تفرول مني وملافف العرق الناحيه الثانيه. وقطع يقطع معاكي مظبوط. يا سلام. يبقى عكس النسير. اوكي. انت لما تيجي تقطعي كده يبقى مع النسير هتبص لايه؟ يفرول معاكي. تمام. فاحنا قطعناه، نبدا بقى لو انت عايز تحطي عليه بيبر صوص، تحطي عليه صوص مشروم، تعمل سندوتشات زي ما انت عاوزه. طيب وهنعمل مكرونه سباكيتي بولونيز، مكرونه ولحمه مفرومه وصلصه، جزر مبشور، بصل، ثوم، كزبره خضراء. طب قال لي انت اتفضل. حته بقى يعني هنعصج اللحمه صح؟ ايه بقول براحتنا بقى. لا مش براحتنا قوي، احنا قدامنا 17 دقيقة. لا ما كانوا 17 دقيقة كانوا صح. بس احنا الأول إيه هنعمل الشوربة، شوربة الخضار. أنا حطيت فص ثوم مدقوق، شوية كرفس صغيرين دول حضرتك، شوية جزر صغيرين برضو. يا جماعة هي اسمها مكرونة بولونيز. لا مش هتتحط، مش هنحط بولونيز المرة دي. هي اسمها كده يا أسامة، هي اسمها فجحتينا يا أسامة. الشوربة الخضار بقى انت ما حطيتش مية الأول، انت حطيت بصلاية وجزر وكرفس. لا يعني حطيت البصلاية الأول، البصلايه الاول مع شويه ثوم والكرفس ومترمي عليهم الخضار، شويه زيت صغيرين وحته زبده صغيره قوي، وبس نشوحهم تشويحه صغيره ما نكترش عليها، ونحط سنه الملح الصغيره، شويه فلفل اسمر صغيرين وشويه كمون صغيرين. اوكي. لا عاوز احط حاجه اكتر من كده، زعتر، في ناس تحب براحته، تبشر عليها شبت، الكلام ده كله براحته، ونديها شويه الميه بس. يعني يا ريت نحط كزبره كمان يا حسن. طبعا مش كده في الاخر ممكن نحط سوري مش كزبره، اسمه ايه؟ كرفس. ما انا حطينا في الاول كرفس. حطيت هو ده كرفس. كرفس. اوكي. مع نفسها تعيش بقى، مع نفسها مش تاخد وقت اصلا. ودي طبعا احنا ايه، ولا حطينا اي لحوم ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. شوية حاجة كده هايجين كده نظبط الدنيا. انت بتعملي البولونيز ازاي بقى؟ هايجين يعني نظافة عامة. انت حطيت الشوربة نظافة عامة كلها ازاي؟ كلها حاجات ما فيهاش ما فيهاش
ما فيهاش بروتينات ولا فيها الكلام ده كله. احنا بنقول على الاكل اللي هو الصحي كله طبعا الهيجين، حاجه تنظف المعده وتظبط الدنيا. يعني كده ما فيهاش اي اصلا دهون ولا اي حاجه. ناخد البصلايه اهو. ايه دونت وري. بصل وثوم وكرفس وجزر مبشور. قبل ما الخضار ما يدبل حطينا اللحم، حطينا اللحم المفروم ومش كتير، يعني زي ما انت شايفه حضرتك كده حاطين نص كيلو بس. معانا نهى من اسكندريه. مساء الخير يا مدام هاني. مساء الهنا يا نهى. برحب بالشيف حسن. ازيك يا نهى؟ وبقول للشيف حسن لو كيف محمد عايزين طريقه المفتقه. ايه؟ مفتقه؟ اه. وانت رفيعه يا نهى؟ لا والله انا تخينه وعلى فكره بسبب الشيف حسن واكلاته. طيب طريقه المفتقه لا دي ما اعرفهاش، بس انا ممكن اجيبها لك انا واقول لك عليها يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. المفتقه دي على قديمه قوي، انا يعني عملتها مرتين في حياتي مثلا، بس هي كنا بنعملها وبنحط فيها شويه عسل اسمر كتير عشان اللومن عشان الناس اللي بنطحن فيها الحلبه بنحط فيها مكونات كتير، بس يعني الريسبي بتاعها مش حاضر في ذهني دلوقتي. طب هات لنا المكونات دي هجيبها لها ان شاء الله زي انا بقول لحد مش عارفه قاعده نتكلم عن البيض بالبولوبيف والبيض بالبسطرمة. قلت لهم كمان يا جماعه البيض بال البلح اللي هو اللي هو البلح الرملي بيتقطع وبيتعمل او العجوه او العجوه. قالوا لي ايه ده؟ قلت لهم والله احنا زمان كنا بنعمل كده. ده قصه هايله دي تحفه تحفه. حته السمنه البلدي ونعمل بيها شويه طبعا والله العجوه دي جميله. سمنه جميلة. بلدي سمنه بلدي وناخد فيها العجوه تتسوى بعدين ننزل بالنسبه للولاد حتى حلو. وفي كمان حاجه برضو مش فاكره ايه. لو حطيت على البيض بعد ما تفقشوا عيون كده سيكه عسل نحل عادي دي فظيعه، بس ما حدش كتير بيعرفها يا حسن. مش عادي يعني لا يعني ما حدش يتخيل ان البيض احط عليه عسل نحل. بص البيض واللبنه والزبادي الثلاثه دول حط عليهم عسل نحل زي ما انت عاوز يغير طعمها. الزبادي ماشي وتحفه، بس البيض مفيش ناس كتير برضه تعرف. الناس ما تعرفش الموضوع ده، بس اكتر ناس بيعملوها اللي هو بالشوام اللي هم بتوع لبنان والكلام ده كله. يعمل بيض العيون وهو خارج يرش عليه عسل نحل ومفيش بقى فلفل اسمر. لا 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 بيبقى طعمه جميل. يعني انا جربته، بس انا ما بسمع اي حاجه غريبه زي دي بجربها لازم. معانا الاستاذ طلعت. الو الو ايوه لا نعم يا فندم. ازيك يا استاذ هاله؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. والنبي قلت سؤال كده للشيف حسن. اتفضل معاك الشيف حسن. اتفضل. بس يا ريت توطي التلفزيون سيكا. طب بس. بس ازاي؟ يعني حاضر ربنا يخليك، شكرا. النبي يا شيف حسن. اتفضل. النبي لما بنعمل الكفته نتاخ على السياخ. ونحطها على الفحم. بتوع من عسل بالفحم ليه؟ انت بتعملها لحمه حمراء كامله ولا ايه؟ لحمه حمراء كامله. لا ما ينفعش، لازم التلتين والتلت. التلتين؟ التلتين لحمه حمراء والتلت دهون. دهون. لازم تجيب لحمه ملبسه كده او ليه او لحمه ضاني مع لحمه حمراء وتفرمهم الاتنين مع بعض اول وش، وبعدين تتبل من غير بصل. لو انت بتحط فيها بصل هتقع منك على السيخ. من غير بصل تبشر عليها جوز الطيب وتديها بهارات وتقلبهم وتاخدهم وش تاني. سيبها تريح 10 دقايق ولا ربع ساعه في التلاجة، سيخها تمسك معاك على السيخ وتبقى زي الفل. وبالف هنا وشفا يا استاذ طلعت.
الصلصه حطينا احنا شويه الصلصه بتاعتنا مع ال... تعرفي حسن ساعات اعمل الكفته ازاي؟ ميه البصل وملح وفلفل فقط، تمام، واصبحها واحطها في صينيه بدون زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، احطها في الفرن تطلع معاك تحفه. كل شويه بقى اطلعها وارجها كده وادخلها تاني. دي الصينيه البصل مع الفحم يا استاذ. اه لا طبعا يفك بيسخن حته اللحمه فخليها ما تبقاش ماسكه نفسها. اه لكن احنا لما بنيجي نعمل اللي هي كفته الحاتي اللي هي معموله في عند الكبابجيه، احنا بنجيب التلتين دهون، تلتين لحمه حمراء وتلت دهون. اه الدهون هي اللي بتخليها تمسك في بعض، تبقى ماسكه في بعضها. اه وفي نفس الوقت ما تكشش ان اللحمه الحمراء. أيوه. اي لحمه حمراء بص لقيت بالظبط تلم معاك، فلازم تفتح على السيخ وتشقق. في ناس لما يروح عند الكبابجي ويلاقوا الكفته مشققه يفكروا ان هي وحشه. آه. وهي اصلا كلها لحمه. ايوه ايوه، يعني هو ما ادهاش نسبه الدهون العاليه اللي هي بتاخد. تمام. طول ما صباع الكفته تلاقيه بمرن معاك وبيقطم كده. لا انا بقول على طريقه الكفته اللي انا بعملها، لانها طريقه سهله جدا ما بتاخدش ربع ساعه في الفرن. اللحمه المفرومه اصلا يعني حتى في الفرن الصغير اللي عندنا في البيت ده مفيش. انت عندك فرن في البيت يا استاذه؟ عندي الفرن بتاع البوتاجاز وفرن تاني صغير زي ده كده. اه عارفه بقى انت لما تيجي تجيب الكفته اللي انت بتعمليها دي وتديها خضره اللي هو الشبت وبقدونس وكزبره والكلام ده كله، يسحب لك كل الدهون كمان اللي فيها، حتى لو فيها دهون، حتى لو انا حاطه فيها دهون اسحبها لك. اوكي. ولما نيجي ناكل الكفته لازم طبيعي بعد ما تاكلي الكفته لازم تاخدي شويه بقدونس تاكليها لابد. ده بيسيح لك كل الدهون اللي انت كلتيها واللي مترسبه. سبحان الله بقدونس حاجه رهيبه في الحاجات دي. طيب احنا دلوقتي عملنا بولونيز. البولونيز يا اسامه هي اسمها كده لانها في القرن السادس عشر جابوا مكرونه قالوا عليها بولونيز، هو كده انها رائعه انها جيده. النبي ما عرف سماها بولونيز عشان اللحم بالتلياني، يعني اللحمه بالطريقه بتاعتها اسمها بولونيز. بولونيز مش المكرونه هي اللي اسمها. يا هنعيش يا ما هنشوف. زي اللازانيا وزي النجرسكو. ايوه معانا نهى. يا نهى مساء الخير يا مدام هلول. مساء الهنا. ايه الجمال ده حبيبه قلبي، ربنا يسعدك ربنا يخليك. ازي حضرتك يا مدام هاني؟ والله الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله في نعمه. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذه؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ ممكن اسال بس طريقه الفطير بالجمبري؟ الايه؟ فطير بالجمبري. فطير بالجمبري. فطير بالجمبري؟ هاتي الفطير وحطي فيه الجمبري وخلاص. يعني الله حاضر. اقول لك حالا حاضر. هو طبعا الفطير احنا قلنا لما بنيجي نعجن عجنه الفطير بنحط كيلو دي مع ذره ملح صغيره للسنه، وبعدين نديها شويه زيت ونعجن العجنه دي. بنسميها عجنه اللي هي صمه، يعني ما فيهاش اي خميره ولا اي حاجه. تسيبها تريح ربع ساعه تفرديها، وبعدين تبدا تحطي زبده من جوه نباتي مع زبده بلدي. معلش انا عايز اسال. اتفضل. ايه سنه نحط ملح؟ ايه ده؟ اي عجين من السنه احنا بنقول عليها سنه مطبخ، من سنه رسول الله. سنه مطبخ. سنة. طب وضح بقى. احنا السنه بتاعتنا اللي هو العيش والملح. لا يعني نقول ان القانون بتاعنا في المطبخ. قانون المطبخ مش قانون المطبخ. نحط في البتاع شويه. نحط في البتاع. خد صب البتاع. حاضر كمل يا باشا. بس بعد ما نفردها ونحط شويه الزبده بتاعتنا نبدا ان احنا نلفها رول ونقطعها ونسيبها لمده مثلا ساعه تهدى شويه، بعدين تبداي تفرديها. كون انت عامله الجمبري بتاعك تاخدي الجمبري بتاعك مع السوتيه كده ببصلايه مع شويه توم بالكلام ده كله، وبعدين تبداي تفردي العجينه بتاعتك وتحشي الجمبري وتدخليها الفرن. تاخد معاك 10 دقائق بس على النار هاديه، ما تزوديش النار عليها. يا سلام بقى برضو لو عندكوا بروكلي، لو عندكوا قرنبيط بتحطوه مع شوربه الخضار. خضار على اساس البولونيز يعني، فيبقى خضار. خضار رقيقه قوي شوربه الخضار.
اتفضل يا سوسو. يلا يا سيد. ولا يا سيد، خد يا الف. ادي شوربه الخضار، شكلها يفرح. لو شويه بروكلي بقى وقرنبيط وبتاع وحركات عليك. بقى جميله جدا. هو ده اللي هينجح الفيلم؟ لا يا استاذ، البدايه تيست مش هينجح الفيلم. ادي بولونيز يا سمسم، عشان اسامه والله مخصوص. لا لازم خلفنا ولا اسامه؟ بولونيز من غير ما تاكله ازاي؟ ما يبقاش بولونيز. دول عايز ده الزواده بقى زي الكشري. حط لك بصل زياده وبتاع كماله. اسمع، فده الكماله بتاعت البولونيز. يس. طب احنا هنا عملنا العرق يا استاذه، لسعناه وحطيناه في البروكيه جرنيه، ونحط عليه شويه الميه ونتبله بملح وفلفل ونحطه الفرن. وخش الفرن تاخد لها من ساعتين لساعتين ونص. انا بقى ساعات اعمل الروستو ده ازاي؟ على النار في الطاسه. في الطاسه اقعد اقلب كل شويه، اسقي شويه ميه واقلب. احنا في المطاعم برضو ما بنعملوش في على جريلا. لا احنا طاسه بس، الطاسات بقى هناك بتبقى كبيره، واخده مساحتها، والنار بتختلف عن الحراره اللي هي بالكهرباء. النار بتدي يا استاذه طعم تاني للاكل وشكل تاني للاكل خالص. لا يعني انا بقول لك لما بعمل العرق كده افضل ايه، واحط له البوكيه جرنيه وكل حاجه واقعد اقلب فيه، بس بغطيه بفويل ولا حاجه. ان شاء الله احيانا ربنا ان شاء الله يوم السبت هوريك العرق ده بقى وهو بارد، ونعمله سندوتشات ونظبط كده حد الله. ما باكلش لحمه. لا انت ما تاكليش. احنا طب امال ايه؟ مش ليك يا مش لازم انا ادوقها اعمل تيست؟ لا مش لازم. انا عارف انت مش بتاكلي لحوم. مش ما باكلش لحوم عشان حاجه، باكل لحوم طبعا، سمك وفراخ لا اللحوم مقطع اللحم الحمرا عشان مقطع اللحم. الله عندك حق والله العظيم. ايه يعني؟ يا هتحيينا اللحمه. انت مش فاكره ما عملنا مقاطعه قبل كده اللحمه؟ طيب عادي مش مشكله. هاتوا لحمه مفرومه اعملوا بيها بولونيز. اه كفه نص، شوفي نص كيلو اكل اسره والله. طيب والله ما هزار يعني. احنا عاملين نص كيلو، نص كيس مكرونه. لو عملنا كيلو مكرونه مع ده هتكفي، هتزروط الدنيا زروطه والله. بشكرك جدا يا حسن حسونة على الحاجات الجميله اللي انت عاملها لنا. بشكركم جدا، بشكر جميع العاملين معايا في الاستوديو، بشكر جميع العاملين معانا في الكنترول روم، بشكر مخرجنا المتميز استاذ مجدي كمال، بشكر رئيس التحرير استاذ معتصم، وبشكر كمان اسره التحرير جدا جدا جدا. بشكر قناه الحياه، قناه رقم واحد في مصر. ان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله. وتحيا مصر.